عجبني يا كابتن وانا قاعد بتفرج على الماتيريال اللي جايه لنا من هناك، عجبني جدا علاقه الكابتن محمود الخطيب باللاعبين، عجباني بالفتره اللي كلنا الفتره صحيح. اللي فاتت، ولكن النهارده كمان خصوصا في ظل هذه الاجواء المشحونه وفي ظل هذه الاجواء اللي انت جاي من بعض الهجوم على بعض اللاعبين وعلى المدير الفني وعلى الكلام اللي حضرتك عارفه داخل الفتره اللي فاتت، عجبني طريقه وقفته، طريقه معرفش معانا، عجبني طريقه الوقفه وطريقه الكلام وطريقه واسلوبه، يعني يتناسب مع الحدث، يتناسب مع الحدث ويتناسب مع اسم كبير زي اسم الكابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب على فكره يعني هو تعامله مع اللعيبه ان هو لعيب، ويعني لعيب سابق في النادي الاهلي واسطوره من اساطير الكره المصريه والافريقيه، بيجي نمره اتنين انه رئيس النادي كمسؤول لرئيس النادي، لكن احنا شايفين لا العلاقه بلغة نفسها بلغة بعيدا عن رئيس نادي بالظبط، العلاقه عامله ازاي، العلاقه ما بينه وبين علاقه ابويه، علاقه اخويه. أيوة. والجزء المهم جدا ان هو كمان عارف شعور اللعيبه في الوقت ده، كان مر على مباريات زي دي كتير جدا، عنده تجارب على مستوى أيوة. عالي هو كبير جدا، هو ده فبينقل، هو حاسس باللعيبه، مش هتلاقيه مدي البادي لانجوج زي ما بيتكلم، بيديهم نوع من الطمأنينه أيوة. ونوع من الثقه، كل اللعيبه بتحترم الكابتن محمود، وده بيدي جو ايجابي وبيدي دفعه معنويه لكل اللعيبه. بص يا كابتن، انا بشوف ان في بعض الامور كابتن خطيب بيتعامل بالحركه. يعني ايه بالحركه؟ يعني هو بيسلم على الكابتن هاني مثلا، فبيسلم عليه بنفس الطريقه اللي بيسلم عليها مع الكابتن اسلام، مع الكابتن محمد، مع الكابتن علي، مع فاهم قصدي ولا؟ اللي انا عايز اوصله، انا عاجبني الطريقه، عجبني الاسلوب، عجبني الوضع اللي انا شايفه قدامي، عجبني الضحكه اللي ماشيه ما بين اللعيبه وما بين الكابتن. هو ده انت بتتعامل في الاخر مع اسطوره لكره القدم المصريه، بعيدا عن طبعا رئيس النادي الاهلي فوق دماغنا كلنا وكل حاجه، ولكن الكابتن خطيب انت لو شفته وهو مش رئيس النادي الاهلي هتتعامل معاه كده برضه طبيعي. وانا بقول لك هو في المقام الاول هو بيتعامل مع اللعيبه، يعني بص يا كابتن السلام الشخصيه طبعا، يعني انت فاهم قصدي الفكره، يعني انا لو حاطط نفسي مكان اللعيبه ديت انا هاخد ثقه وحد أيوة. وهاخد طاقه ايجابيه وهاخد مسؤوليه كمان، لان أيوة. انت بتسلم على اسطوره من الاساطير، راجل مسؤول عن النادي الاهلي، لغه الحوار بتبقى جميله، لغه الحوار بتدي ثقه، يعني مفيش تبويزه، مفيش تكشيره، مفيش ضغط على اللعيبه، حتى لو انت عندكم مشاكل فنيه هو انا شايفها يعني هو والناس شايفاها بالزبط. ولكن انا معاك اهو بالظبط هي الروح الايجابيه اللي يعني الحقيقه الكابتن محمود الخطيب مش اول مره يقوم بالدور ده، هو اكيد عارف اهميه الدور ده، وعارف اهميه انه واقف قدام، يعني كمان يعني ما اجتمعش مثلا باللعيبه وسلم عليهم أيوة. هو مستنيهم قدام الاتوبيس، اللحظه اللي بيطلعوا فيها للتدريب، اللحظه اللي بيستقبلوا فيها الراجل، يعني ربنا يديله الصحه، كمان واقف على باب الاوتيل، ده نوع من انواع نشوف النجم الكبير الرئيس النادي مستنيك قدام الاتوبيس على الباب. ما جمعش اللعيبه في اوضه وسلم عليهم ويلا، لا هو بيدي رسائل كتيره جدا جدا الحقيقه، الضحكه مع اللعيبه، الشكل الايجابي اللي وشه مستريح كمان كابتن خطيب، وشه مستريح يعني. وبينقل ده للعيبه ايوه، ده مهم جدا. انا هي دي الفكره على فكره ان انا عايز اقول يا جماعه احنا مضغوطين، انا شايف ان احنا عندنا بعض المشاكل الفنيه زي ما جمهور النادي الاهلي شايف ان احنا عندنا بعض المشاكل الفنيه، ولكن في النهايه انا واقف معاك اهو بضحك وبهزر ووشي مستريح وانتوا وشكم كلاعيبه مستريحين، انتوا عملتوا كتير وهتعملوا لسه كتير اللي جاي. صحيح، هو تهيألي ده انا شايف كده، ده يعني دي الرساله، بخرجكم بره الضغط خالص أيوة. ولكن في نفس الوقت في مسؤوليه عليك وفي واجب لازم تقوم بيه، وعمليه الفصل دي مهمه جدا، افصل بقى عن البطوله الافريقيه والدوري أيوة. وانت عندك دلوقتي بطوله مميزه جدا، بطوله محببه خلاص لجماهير النادي الاهلي، انت يعني دي المره التاسعه بتوصل فيها، يعني انت من اكتر الفرق على مستوى العالم بتوصل بعد اوكلاند، وبالتالي مسؤوليه كبيره، والكابتن محمود الخطيب الحقيقه بيقوم بدور اكتر من رائع، و ما يتبقى يعني توفيق ربنا ومجهود اللعيبه ان شاء الله يوم الجمعه باذن الله. ربنا يكرم والامور كلها تمشي زي ما احنا عايزين الحقيقه، نتمنى كلنا كجمهور النادي الاهلي ان احنا نشوف مباراه جيده جدا 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 وحلوه جدا ونكسب وكل حاجه، ولكن في النهايه المكسب ده بتاع ربنا ولا صحيح. بتاعي ولا بتاع حد، ولكن